غيت مروان ونارين ونقص فيتامين دي. سفرغ داك يوميجان إلى دبي وقصة عبود مع الزومبي. شاهدوا المزيد من التفاصيل. أول خبر لدينا هو عن اليوتيوبر عبود، والذي يعرف الجميع أن اليوتيوبر عبود تعرض مؤخرا لإصابة على مستوى رأسه، لكنه لم يخبرنا بتفاصيل هذه الحادثة. ومؤخرا عبود نشر فيديو يحكي أدق التفاصيل عنها. فعبود تعرض لإصابة في لعبة للزومبي، حيث شارك عبود في هذه اللعبة مع أصدقائه، وهذه اللعبة هي عبارة عن زومبي يقومون بملاحقتك. وحسب بنود هذه اللعبة فيمكن أن تصاب بأضرار، وهذا ما حصل مع اليوتيوبر عبود، والحمد لله فعبود الآن بخير. ونارين بيوتي قامت مؤخرا بنشر ستوريات شاركت مع المتابعين نتائج الفحوصات التي قامت بها. ويذكر أن اليوتيوبر نارين مؤخرا تعرضت لوعكة صحية ألزمتها الدخول إلى المستشفى فورا. واتضح من خلال التحاليل التي قامت بها نارين أن لديها نقص حاد في فيتامين دي، وهذا ما سبب لها مضاعفات. اوكي سو حاليا اجيت على المشفى لحتى اخذ التحاليل، نتائج التحاليل اللي عملتها. ان شاء الله يا رب ما بيكون في شيء. اول ما اطلع حاحكي اهلي وخبركم، ان شاء الله ما في شيء، ادعوا لي. اوكي جايز، هطلعت من المشفى عامله فيا ممرضه ولابسه كمامه، الحمد لله طلعوا النتائج. ترى الحمد لله اكثر شيء كنا خايفين منه واللي هو مرض السكري، كل الاعراض اللي كان عندي بتدل انه معي هالمرض، بس الحمد لله طلع ما في شيء. طلع معي نقص فيتامين د حاد، وكمان عندي مشاكل بالحديد. سو صفولي كذا شغله لازم اخذها من هون لمده 3 شهور، ان شاء الله يا رب تحسن عليها. وصار فيني كمان يوم بدون ما اكون خايفه وعلى اعصابي، يس الحمد لله. حتى شيكنا على الغدة، ما بعرف إذا بتعرفوا، بس شيرو كمان كان عنده هذه المشكلة. ونفس الأمر حصل مع غيت مروان، حيث صرح أنه لديه نقص في فيتامين دي لعدم تعرضه لأشعة الشمس. قلت لكم امبارح إنه صايبني خمول رهيب، فحسب ما قالت لي أمي الدكتورة ماما، طبعا أنتوا عادة بتكون دكتورة وأنتوا عادة بتكون مهندسة، فقالت لي خد فيتامين دي لأنك أنت صار لك فترة ما بتطلع بالشمس. قلت لها حاضر، مع إنه أنا مقضيها يعني تام، بس خلص أمي بتقول لي خد تحميلة من مناخيرك خلص. شوفوا الحظ، اجيت على صيدلية من بين كل الصيدليات، وأربع صيدلية طلعت عندكم فيتامين دي. يا رب حبة ولا حبتين والله ما أتذكر، بس هاخد حبة احتياط. ويبدو أن نارين وغيت اليوم كانوا جد مطيعين ويسمعون كلام أمهاتهم. عطوني رأيكم في هذا الخبر. حسب ما قالت لي أمي الدكتورة ماما، طبعا أنتوا عادة تكون دكتورة وأنتوا عادة تكون مهندسة. أما الثنائي الجميل زياد وسارة يستمتعان بجمال شواطئ المالديف، لكن سارة مؤخرا تعرضت لهجوم من قبل متابعة لها. وسارة قامت بنشر ستوري علقت على هذا الأمر بالله يعطي كل إنسان على حسب نيته. عطوني رأيكم بهذا الخبر. واليوتيوبر رغدة كوميجان صرحت أنها هي أيضا ستسافر لدبي برفقة اليوتيوبر بيكي. ولا نعرف هل سبب سفر رغدة كوميجان إلى دبي متعلق بعيد ميلاد أصالة أم لا، سنعرف ذلك قريبا. حق علي رحتي، ما أنت رحتي بدوني على وادي رم. فترة فترة يلا بيكي رح نشتاق لك كتير. طيارتها كمان ساعة، بس المشكلة الأكبر جاي معايا لدبي. يلا باي. وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا كتير لدعمكم ومحبتكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، حطوا لي لايك حلو مثلكم، نشوفكم بالفيديو الجاي.